مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا نبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية. في رمسيس الشوارع هناك بتشهد بعض الكثافات المرورية واللي بتبدأ تقل لحد ما نوصل لحد غمرة. أما بالنسبة لكوبري 15 مايو لمتجه المهندسين عليه بعض الكثافات المرورية، وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. تعالوا دلوقتي نروح لمحافظة الجيزة ونشوف الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند بعض النزلات. وبخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. نروح لشارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في محافظة اسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات تانية متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية، وشارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد هو كمان كثافات مرورية ولكنها متحركة. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد حوالي الطريق بعض الكثافات المرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات. كده خلصت جولتنا المرورية، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد. كمان في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 31 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 33 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 26 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه.